السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة اللي هي نشرحوا فيها النشر والتعميل، الدرس تاع النشر والتعميل ومتطلبات الهامة اللي هو تخص المستوى الثالث إعدادي بين قوسين التاسعة. اليوم ان شاء الله اول حاجة نخدمه على النشر، نعرفوا شنو هو النشر، نديروا بزاف تاع التمارين بهدف نولوا عندنا مع النشر. نبداو على بركة الله. فاول حاجة نبداو كما قلنا بالنشر. شنو هو النشر؟ النشر هو تحويل الجداء إلى مجموع. هذا هو التعريف تاع النشر. النشر هو تنحوله، تكون عندنا واحد الجداء يعني الضرب، تنحولوا للزائد او الناقص كما نشوفوا. عندنا جوج قواعد مهمين في النشر. القاعده رقم واحد اللي هي سهله، عندنا اذا كان عندنا ا عامل لي بي سواء زائد او ناقص سي، اش تساوي ليا؟ اش نجي ندير بحال تنشد ا تنضربو في بي وتنشد ا نفسو تنضربو في سي، اللي تعطينا في النتيجه هي ا بي زائد او ناقص ا سي. او يقدر يكون بما ان تنعرفوا بان الضرب تبادلي، يعني تنعرفوا بان جوج مضروبه في ثلاثه راه هي ثلاثه مضروبه في جوج، يعني تكون بحال هكا. او لا ممكن نلقاوها على هذا الشكل، يعني بي زائد او ناقص سي عامل لي ا، هي نفس الحاله، يا اما تعطيني ا بي يا اما تعطيني ا سي، يعني تساوي لي ا بي زائد نحترموا الاشاره ا سي. كاينه القاعده رقم 2. القاعده رقم 2 نجي نديرها هنا اللي هي داخله في نطاق النشر، هي تكتب على هذا الشكل ا بصفه عامه زائد بي عامل لي سي زائد دي. اش تعطيني هذه؟ تعطيني نشدد ا في المرحلة رقم واحد وتنضربو في التعبير كامل، وتنزيد عليها الإشارة بي وتنضربها في التعبير كامل. يعني اش تعطيني؟ هتعطيني ا عامل لي سي زائد دي زائد اللي تناخدها بالإشارة تاعها زائد بي عامل لي سي زائد دي. من بعد تنطيح في بحال هاد المرحلة، هاد المرحلة راح نعرفنا اش تعطيني من بعد. هذا غني ا مضروبه في سي، ا مضروبه في بي زائد بي مضروبه في سي، بي مضروبه في تي، اللي تعطيني هي ا سي زائد ا تي زائد بي سي زائد بي تي. فهذه مباشره تعطينا هذه، حنا غير بينا الطريقه كيفاش جاتنا هذه. هادو هما جوج خاصيات مهمين في النشر خاصنا نعرفوهم لانهم مهمين. دابا ندوزو واحد المرحله مهمه اللي هي نديرو فيها التمارين باش نعرفو مزيان هاد النشر. ومازال تابعيننا حصص اللي عباره عن سلسله ضخمه اللي فيها الكور كامل، دابا مهتمين غير بالنشر. دابا ندوزو للتمارين، ندوزو دابا نخدمو التمارين. فدائما في السؤال اللي تقول لنا انشر وبسط ما يلي، اهم حاجه هو نحطو حدا القاعدتين اللي عرفنا بجوج، القاعده الاولى والقاعدة الثانية، حنا نقدروا نستخدموهم. نبدأ على بركة الله في السؤال الأول. كما قلنا نشد ثلاثة التعبير، هنضربو في الطرف الأول وهنضربو في الطرف الثاني، يعني شي يولي عندي، تولي عندي ثلاثة مضروبة في إكس زائد تنحتفظ بالإشارة ثلاثة مضروبة في واحد اللي تعطيني هي ثلاثة إكس، ثلاثة مضروبة في إكس تعطيني ثلاثة إكس زائد ثلاثة مضروبة في واحد تعطيني ثلاثة. التعبير غيبقى كما هاك، حيت هنا عدد وهنا عدد مضروب في مجهول، يعني كون كان عندي هنا ثلاثة إكس ممكن نجمع مع بعضياتهم، ولكن ما عنديش، نخلي التعبير كما هو. ندوز السؤال الثاني، فهو تا هو نفس الحاجة، ناقص ربعة نضربها في هاد الطرف وأيضا نضربها في هاد الطرف، هتولي عندي ناقص ربعة. فدائما من يكون عندي التعبير سالب نحاول ندخل الأقواس باش منطيحش في الخطأ. ناقص ربعة فاش نضربو في ثلاثة إكس، أش قلنا؟ قلنا تنحافظو على الإشارة، تنفتح قوس تولي عندي ناقص أربعة مضروبة في اثنان،
لا تساوية ناقص 4 مضروبة في 3 إكس هتعطيني هي ناقص 12 إكس ناقص 12 إكس. فدائما تبداو بالأعداد باش ندوزو المجاهيل. عندي ناقص 4 مضروبة في 3 تعطيني ناقص 12، وعندي إكس ما كاينش معاه ما نضربوش يبقى كما هو. عندي هنا ناقص 4 مضروبة في 2 تعطيني ناقص 8، تعطيني ناقص 8، والناقص مع الناقص يعطيني زائد، هتولي ناقص 12 إكس زائد 8، وهذه هي النتيجة. ندوزو السؤال 3، حتى هو بنفس الحالة، هنشد 3 إكس نضربو في الطرف وأيضا نضربو في الطرف الآخر، هتعطيني 3 إكس لا تساوي 3 إكس فاش مضروبة في 2 إكس. تنحافظ على هذه الإشارة، 3 إكس فاش مضروبة في 3. ندوز هنا، عندي 3 إكس دائما نبدا بالأعداد، 3 مضروبة في 3، 3 مضروبة في 2 تعطيني 6، إكس مضروبة في إكس تعطيني إكس أس 2. يقدر شي واحد يسول هيقول من جاتني إكس أس 2، أنا نجي نشرح هنا شناهو. عندي إكس مضروب في إكس، إكس مضروب في إكس. أش عرفتو السنة الماضية؟ أنا نعطيكم قاعدة بلون مغاير. عرفتو بأن إذا كان عندنا إكس أس أن مضروب في إكس أس أم أش تساوي؟ إذا كان عندنا نفس الأساس تنديرو وعندنا الضرب تنديرو جمع الأسين، تتعطينا هي إكس أس أن زائد أم. فبالنسبة لهذا التعبير مفهوم منه والو، هو رفوق منه واحد ولكن ما تنكتبوش ما بينش، يعني هنا عندي نورمالمون واحد وهنا عندي واحد، يعني اش ندير؟ ندير عندي نفس الاساس وعندي الجودة نجمع الاسين، هتولي عندي اكس اس واحد زائد واحد لا تساوي هي اكس اس اثنان. هادشي من جاتنا اكس اس اثنان. دابا نحافظو على الناقص ونفتحو قوس ونديرو هذا 3 اكس، هنا ما عنديش اكس يعني مرتاح، 3 مضروبة في 3 هي 9، 9 اش اكس، يعني بما ان التعبير موجب لا داعي باش نخلي الاقواس ونحيدهم، هتولي عندي 6 اكس اس 2 ناقص 9 اكس، وهذا هو الجواب باش نقلب عليه. ندوز لدابا السؤال 4، السؤال 4 تا هو بنفس الطريقة، نشد التعبير نضربو في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، لا تعطيني هي جوج إكس إيكغيك مضروبة في ناقص 3 إكس. نحافظ بالإشارة، جوج إكس إيكغيك مضروبة في 3، لا تعطيني النتيجة في الأخير. جوج مضروبة في ناقص 3 تعطيني هي ناقص 6، إكس مضروبة في إكس تعطيني إكس أس 2 بحال هنا، إيكغيك مكاينش معاها من سبقة إيكغيك ناقص 2 مضروبة في 3 تعطيني 6، إكس ما عنديش معاه من ضربو يبقى إيكغيك، ما كاينش معاه من ضربو يبقى إيكغيك، يعني التعبير في النتيجة في الأخير يعطينا هذه النتيجة. دابا ندوز للسؤال 5، حتى هو بنفس الطريقة المعتادة، يعني نشد إكس نضربو في ناقص 3 إكس إيكغيك، نحتفظ دائما تنحتفظ بهذه الإشارة، تنشد عاوتاني إكس تنضربو في إكس. هنا ما عنديش شي عدد، تبقى عندي ناقص 3، يعني هنا عندي واحد مضروب في ناقص 3 تعطيني ناقص 3، إكس مضروبة في إكس تاهي بنفس الطريقة تعطيني إكس أس 2، إيكغيك مكاينش معاه من ضربة يبقى عندي إيكغيك. نحافظ هنا على الإشارة اللي هي ناقص، عندي إكس مضروبة في إكس تعطيني إكس أس 2، فهاد الشي مكاينش معاه من يتجمع. هنا عندي إكس أس 2 كون كانت عندي إيكغيك ممكن نجمعهم، ولكن ما عنديش إيكغيك غنخلي التعبير كما هو. ندوز للمثال الموالي، عندي جوج عامل لإكس، يعني نشد هاد جوج نضربو هنا وأيضا نضربو هنا، وندوز للتعبير الآخر نشد هاد نضربو هنا وأيضا نضربو هنا مع احترام الإشارة. واش تعطيني؟ تعطيني هي جوج مضروبة في إكس ناقص 2 مضروبة في 5، ونخلي هاد التعبير ولا نصرو
نخليه يمشي مرحلة مرحلة، ناقص ثلاثة عامل ثلاثة إكس زائد واحد. نجي نقاد التعبير باش ندوز للتعبير الآخر. عندي جوج مضربة في إكس تعطيني هي جوج إكس، ناقص جوج مضربة في خمسة لا تعطيني عشرة، ناقص ثلاثة عامل لثلاثة إكس زائد واحد. دابا نخلي هاد الناقص، هاد الناقص هي هادي، ونجي ننشر التعبير عادي. كيفاش؟ نجي ندير لي تاول نفس الطريقة، غتعطيني تلاتة مضروبة في تلاتة إكس لا تعطيني هي تسعة إكس، تلاتة مضروبة في واحد تعطيني هي تلاتة. من بعد تبقى عندي الإشارة تاع الناقص، ونفتح قوس وندير لي تود إكس زائد تلاتة. من بعد من تكون عندي أي واحد القوس مسبوق بالناقص، هاد الناقص راه تتعمل تتنصر، عفوا تتنصر هنا وتتنصر هنا. فالناقص في الأصل هي عبارة عن ناقص واحد، ولكن حنا لا داعي باش نكتبو واحد، تبقى الإشارة سالبة. لا تعطيني في الأخير غتعطيني جوج إكس ناقص عشرة ناقص تسعة إكس، ناقص مع الزائدة تعطيني ناقص ثلاثة. وفي الأخير نقاد الحساب، هنا عندي جوج إكس نقص منها تسعود إكس، فجوج نقص منها تسعود غتعطيني هي ناقص سبعة. ناقص سبعة إش إكس، ناقص سبعة إكس. عندي ناقص عشرة ناقص ثلاثة غتعطيني هي ناقص ثلاثة عشر. ممكن تستخدموا الحاسب باش تحسبوا بحال هاد الحساب. لو تلخر عندي هنا اكس، هنا عندي عدد، يعني النتيجة هي هذه. دابا ندوزو لتمارين وحدنا. هذا ما كان بالنسبة لهذه الحصة، وان شاء الله نضرب لكم موعد الحصة الجاية اللي نهضرو فيها على التعميم ونشرحو توا ايضا بالتفصيل. نتمنى تكونوا استفدتم مزيان في هذه الحصة، وما تنسوش تتابعوا الحصة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.